الخارجية العراقية تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الهجوم الصاروخي والمدفعي المستمر على كردستان. الخارجية السعودية تستنكر بشدة الهجمات الإيرانية على كردستان العراق. وإيران تؤكد أنها مستمرة بهجومها وأن ما قصفته حتى الآن هو مجرد نموذج صغير للرد الإيراني على السيادة. موقع الشرطة الإيرانية ينضم لقائمة المواقع المخترقة وعلى رأسها موقع خامنئي. مها أميني. الإيرانية مهسا أميني في جلسة البرلمان اللبناني التي فشلت في انتخاب رئيس جديد للبلاد. بكم من جديد. نتابع من تطورات العراق، حيث استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جراء عمليات القصف المدفعي والجوي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن وقرى متعددة في إقليم كردستان العراق. وفي بيان للخارجية العراقية رفضت هذه الأعمال التي تؤدي إلى ترويع المواطنين العزل، مطالبة إيران باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات طهران بالابتعاد عن المنطق العسكري ولغة السلاح في معالجة التحديات الأمنية، محذرة من تداعياتها على السلم المجتمعي لكلا البلدين وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين. هذا وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس أن بلاده أطلقت 73 صاروخا باليستيا وعشرات الطائرات المسيرة على 43 نقطة في كردستان العراق بحسب قناة العالم الرسمية الإيرانية. هذا التحول الخطير في الحقيقة يلقي بظلاله على المشهد الأمني على إقليم كردستان العراق، وكذلك يشكل تحولا خطيرا للسيادة العراقية على مستوى انتهاكها وعلى مستوى تسجيل حدث نوعي لعمل عدائي استفزازي يطال هذه السيادة. بدورنا نجدد أن العراق يدين وبأشد العبارات هذه العمليات، والخارجية العراقية ستلجأ إلى أعلى مستويات الإجراءات الدبلوماسية المتخذة في هذا الباب لحماية العراق من أن تتكرر هذه الأعمال لتلحق الأذى والضرر بالمزيد من المدنيين على مستوى قتلى وجرحى. إذا ما كان المبرر أن هناك تحديات أمنية على الشريط الحدودي الممتد بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلن يكون ذلك ذريعة أبدا، وهو مرفوض بشكل قاطع. وأكرر أنها عمليات عدائية استفزازية أحادية الجانب. سبق للخارجية العراقية أن أبلغت الجانب الإيراني أن ذلك مدان وبأشد العبارات، وعلى الجانب الإيراني التنسيق مع الحكومة العراقية، لكن الجانب الإيراني استمر بهذه الأعمال. الخارجية العراقية وثقت ببيانها اليوم عدد الطائرات المسيرة التي تحمل المواد المتفجرة، وكذلك قلنا أنه عمل عدائي استفزازي أحادي الجانب، ووثقنا بأننا سنلجأ إلى أعلى مستويات الإجراءات الدبلوماسية. وضعت في هذه الأثناء أولويات لطبيعة التتابع على مستوى الخطوات الدبلوماسية في هذا المسار، سنعلن عنها لاحقا، وبالتأكيد في فور استدعاء السفير كما أعلننا سنعلن عن بيان آخر يتضمن عناصر أخرى. من أربيل ينضم إلينا عماد باجلان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا ومرحبا بك سيد عماد معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. بداية بتقديراتكم في أربيل، هل يكفي استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، أم من المنتظر والترقب أيضا لخطوات
إضافية لوقف هذا القصف الإيراني على بعض المناطق في إقليم كردستان؟ نعم سيدتي، بداية تحية لك ولمشاهدين قناة العربية الحدث. أكيد هذه خطوة خجولة جدا من قبل الحكومة الاتحادية باستدعاء السفير، وهذا إن طبق أو لبى الاستدعاء السفير الإيراني، لأن الجارة إيران تتعامل مع الدولة العراقية كأنها حديقة خلفية لها، فما بالك استدعاء الخارجية لسفيرها. في تصوري أنه منذ 2003 لحد الآن العراق فقد شيء اسمه هيبة وسيادة. الأراضي العراقية مباحة لكل من هب ودب، تارة تركيا وتارة إيران، ولكن المفارقة أنه عندما قصفت تركيا قبل فترة يعني مناطق ضواحي دهوك، قامت القيامة ردود الأفعال كانت قوية جدا، وهذا ما كان مطلوبا من قبل قادة الأحزاب والكتل السياسية والنواب والرؤساء والرؤساء السابقين وإلى آخره، منظمات مجتمع مدني ناشطين. ولكن عند قصف الإيراني واستهداف الإيراني لمحافظة أربيل وضواحي محافظة أربيل، نرى السكوت والصمت تام. لماذا؟ هنا السؤال المهم. دون ذلك هذه ليست بالكفاية، هناك أرواح، ولكن يعني تعتبرون أبرياء، ناس عزل، تعتبرون موقف الخارجية العراقية هو صمت رغم هذه المذكرة التي تم تسليمها للسفير الإيراني، حتى التنديدات والمساعي الدولية لوقف هذه الهجمات، كيف يعني تتعاطون مع المساعي؟ نعم، المساعي الدولية على العكس تماما كانت مهمة، والاستنكار الذي صدر من أغلب الدول هذه مهمة جدا، لأنهم يدركون مدى حجم الكارثة بالنسبة لناس عزل ومدنيين، ومدى خطورة هذا التدخل الخارجي وخرق المواثيق الدولية والقوانين الدولية، أنه تقصف بلد جارة بطائرات مسيرة وصواريخ وإلى آخره. لذلك الموضوع أكبر من أن تقوم الخارجية باستدعاء السفير لتسلمه ورقة احتجاج، لا لا، الموضوع أكبر من هذا الشيء. هذه عندما تكون هناك خروقات بسيطة، ولكن عندما تقوم دولة باستهداف مدن وأطفال وأبرياء ونساء وأبرياء عزل، وهناك قتلى وتقريبا قرابة 50 جريح، وقرابة دعيني أقول 15 قتيلا شهيدا استشهدوا في أثر هذه الضربات، الاحتجاجات لا تكفي، وتسليم الاحتجاج للسفير الإيراني يجب أن يكون موقف حازم من قبل الحكومة الاتحادية، لأن وفق الدستور الحكومة الاتحادية هي من صلاحياتها الحصرية حماية حدود العراق وهيبة الدولة وفق المادة 110، وكذلك باقي الكتل وحلفاء إيران في الإطار التنسيقي وغيرهم من يؤثرون على هذه المعادلة، ولكنهم في صمت وفي سبات عكس ما شاهدنا ردود أفعالهم إزاء القصف التركي. الدم العراقي واحد لا يتجزأ، والتدخلات السافرة من كل الدول تعتبر تدخل سافر، ولكن لماذا الكيل بمكيالين؟ لماذا الازدواجية في المعايير في التعامل مع هذا الملف؟ طيب، القصف مستمر، إيران تقول بأنها تستهدف مقرات للمعارضة الكردية الإيرانية في هذه المناطق، وهي تتهمها أيضا بأنها لها يد بالاحتجاجات والفوضى التي تعتبرها داخل إيران. هذه المناطق يعني التي تتحدث عنها، هل فعلا هي مراكز للمعارضة الكردية الإيرانية؟ هل هناك حركات مسلحة فيها؟ كيف تتابعون هذا الموضوع؟ أولا، المعارضة الإيرانية، المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدون في إقليم كردستان أعلنوا منذ سنين أنهم معارضة سلمية، ويعملون بسلمية عبر الإعلام وعبر التثقيف وعبر كسب الجماهير، ليس لديهم أجنحة عسكرية، ولا المظاهرات التي اندلعت في إيران سببها الأحزاب المعارضة لإيران. هناك محافظات لا يوجد فيها كردي إيراني. إذن لماذا تستهدف هذه المناطق بالتحديد؟ هي هذه حجج واهية وخلط للأوراق وخلق رأي عام وإلفات
النظر على هذه الأمور، ولكن الوضع داخل إيران متأزم، وهذه مسألة داخلية لا يحق لنا كعراقيين أو ككردستانيين التدخل به، ولكن أنه إيران تسرح وتمرح وتستهدف وتقتل الأبرياء، هذه يعني قلت لك من ضمن صلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، يجب أن تتخذ مواقف حازمة وصارمة باتجاه إيران أو تركيا أو أي دولة أو سوريا عندما كانت تبعث ترسل الانتحاريين. هذه يعني إباحة الدم العراقي واستباحة الدم العراقي لا يمكن السكوت عنها. مواطنون أبرياء، أطفال، عزل، نساء، ما ذنبهم في المعارضة الإيرانية أم الوضع الداخلي في إيران؟ هناك مئات القرى هجرت بالكامل في هذه المناطق التي تم استهدافها من قبل الدرونات الإيرانية. هذه مسألة ليست بمسألة يعني بسيطة أو مسألة سهلة. مئات القرى، آلاف الناس، وهناك قتلى وهناك جرحى، في سبيل ماذا؟ طيب ماذا تنتظرون بالتحديد من الحكومة الاتحادية في بغداد أنتم في إقليم كردستان العراق؟ هنا المشكلة يا سيدتي، أن الحكومة الاتحادية منذ 2005 مواقفها تجاه إيران وتركيا كانت مواقف ضعيفة وخجولة جدا، وهذه كما ذكرت لك ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها إيران وتقصف. قد يكون هذه المرة كانت يعني كان حجم الاستهداف أكبر، ولكن بين الحين والآخر كل فترة إيران تستهدف قرى حدودية بحجة استهداف المعارضة الإيرانية، والمعارضة الإيرانية كأحزاب كردية إيرانية الذين يتواجدون وفق القانون الدولي في إقليم كردستان معارضة سلمية، ليس لديهم نشاطات عسكرية داخل إيران أبدا، والكل يعلم هذا الشيء. ولكن هي كما ذكرت ركي، ما ننتظره من الحكومة الاتحادية أنه تكون على قدر المسؤولية، أن تحافظ على هيبة الدولة وحدود الدولة، وأنه تقوم حتى إذا لم يتم اتفاق مع الجانب الإيراني بوقف هذه التدخلات، رفع الدعاوى والشكوى عند المحاكم الدولية وعند مجلس الأمن والأمم المتحدة، لأنها سابقة خطيرة. يعني يوما من تركيا ويوما آخر من إيران ويوم من سوريا وهكذا. يعني لا يجوز لدولة مثل العراق أن تكون ساحة لتصفية الحسابات الصراعات الداخلية للبلدان، بلدان الجوار، والإقليمية لبلدان الجوار فيما بينهم، مستحيل. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات من أربيل. كنت معنا عماد بجلان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لك. في ظل استمرار إيران في انتهاك السيادة العراقية، نقلت وكالة فارس عن قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد باكابور عن إطلاق 73 صاروخا باليستيا أرض وعشرات الطائرات بدون طيار لضرب مقرات المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان. العميد باكابور أشار إلى أن الأهداف التي تم ضربها منتشرة في 42 موقعا، وأن العمليات ستتواصل حتى نزع السلاح الكامل للجماعات المعارضة والمناهضة للنظام في طهران، مضيفا أن ما تم حتى الآن مجرد نموذج صغير للرد الإيراني. وبرر الحرس الثوري قيامه بقصف مواقع داخل إقليم كردستان بتحول الإقليم لملاذا وقاعدة للإرهابيين. هذا وكان مراسل الحدث أفاد بتجدد القصف المدفعي الإيراني على ناحية سيدكان شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي إن القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات حتى الآن. كما أفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد ضحايا القصف الإيراني على مناطق في الإقليم إلى 18 قتلا و 62 مصابا. أو في دارانيكا لا تبكي في دارانيكا.
استهداف الضربات الإيرانية للمواقع الحدودية في كردستان العراق ليس بالأمر الجديد، بل تكرر في الفترة الأخيرة، ولكن الجديد هو الاستهداف الكثيف لمناطق مأهولة وأسقط عدد كبير من الضحايا، خاصة وأن الضربة الأخيرة تتزامن مع حالة الغضب الداخلي الواسعة، ما يشير إلى أن طهران تحاول التغطية على الحركة الاحتجاجية في الداخل بالضربات خارج الحدود. هذا الاستنتاج كشفت عنه التصريحات الإيرانية نفسها، وربط بعض المسؤولين الكبار في إيران بين هذه الضربات والاحتجاجات. ونقلت وكالة تسنيم عن مسؤول في الحرس الثوري أن هناك من أسماهم بالعناصر المندسة التي توسع الاضطرابات، وأن إيران تدافع عن نفسها بقصف محيط الشريط الحدودي، في إشارة للأحزاب والتنظيمات المعارضة الكردية الإيرانية والتي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها. وتتهم إيران أيضا المعارضين الإيرانيين من الأكراد بالضلوع في الاضطرابات المستمرة، لا سيما أيضا في شمال غربي البلاد حيث يعيش معظم أكراد إيران. وكانت إيران تقصف بعض المواقع الحدودية لتلك الأحزاب المعارضة بشكل متكرر، ولكنها أطلقت تلك العملية بشكل رسمي بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إثر الاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني، لأن الضربات الأخيرة على أقليم كردستان العراق لا تلقي الضوء على معاناة المعارضة الإيرانية فقط في الداخل والخارج، بل أيضا على وضع الإقليم نفسه الذي بات في مرمى القصف الإيراني من جهة، والتركي أيضا من جهة أخرى. دانا المتحدث أيضا باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بشدة هجوم إيران بالصواريخ البالستية على أقليم كردستان، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب القيادات العراقية في بغداد وأقليم كردستان. ندين بشدة استخدام إيران للصواريخ البالستية وهجمات الطائرات المسيرة ضد أقليم كردستان العراق. لقد أوضحنا أننا سنقف إلى جانب قادة العراق وقياداته في إقليم كردستان وكذلك في بغداد. الهجمات الإيرانية خرق غير مبرر لسيادة العراق ووحدة أراضيه. إيران تتجاهل بشكل صارخ ليس فقط أرواح شعبها ولكن أيضا أرواح جيرانها، ما يتنافى مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها إيران تستخدم هذه التكتيكات والصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار. من جانبه دان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشدة الهجمات الإيرانية على أقليم كردستان، معتبرا أن إيران لا يمكنها التهرب من مشاكلها واحتجاجاتها الداخلية المشروعة بشن هجمات خارج حدودها، وأشار إلى أن بلاده تقف إلى جانب قادة أقليم كردستان والعراق ضد الهجمات التي تعد استهدافا لسيادة العراق ومواطنيه. كما أكد سوليفان أن المسؤولين الإيرانيين يواصلون إظهار ما وصفه بقلة الاحترام الصارخ لحياة مواطنيهم وجيرانهم، وشدد على أن استخدام إيران الصواريخ والمسيرات ضد جيرانها وتوفيرها لروسيا والميليشيات التي تعمل بالوكالة لمصلحتها يجب أن يدان على الصعيد الدولي، مؤكدا أن بلاده ستواصل فرض العقوبات واستخدام الوسائل الأخرى لمنع الأنشطة المخربة لإيران في الشرق الأوسط. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددة على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية. كما عبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وللوقوف عند كل هذه التطورات من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني حسن راضي. أستاذ حسن أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. يعني إذا كان هذا النموذج الصغير للرد الإيراني بحسب ما قاله قائد القوات البرية للحرس الثوري بقصف هذه المناطق الحدودية، إذن ما النموذج الأكبر التي ممكن أن تسعى إيران إليه؟ التحية طيبة. طبعا هو هذا ليس يعني تجاوز صغير، بل هو اعتداء كبير، وأيضا هو إعلان حرب. يعني عندما عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والمدافع تدك الشمال العراق أو كردستان العراق بسبب وجود لاجئين وناشطين هناك، تأكيد هذا إعلان حرب. يعني ربما يقصد الحرس الثوري بالتحرك الأكبر، ربما اجتياح كردستان العراق، اجتياح عسكري والسيطرة على كردستان العراق. هذا فقط هذا بقى أن يقوم فيه الحرس الثوري الإيراني، وإلا ما فعله هو يعتبر يعني تجاوز كبير وتعدي كبير على السيادة العراقية، على الشعب العراقي، على يعني القانون الدولي، ويعني لا ولا يمكن أن يعني اعتبر شيء صغير أو جزئي. عندما يعني العمل بهذا الشكل والعمل العسكري يعني وتحريك الآليات العسكرية على مواطنين آمنين ودولة يعني مستقلة. طيب ضرب 42 هدف في هذه المناطق الحدودية، هل هي حقيقة محاولة لخلط الأوراق الداخلية الإيرانية، أم أن هناك عملية مقصودة ممكن أن تستمر وتطول أكثر من ذلك؟ هو بالتأكيد أن النظام الإيراني دائما يقول هذه يعني الاحتجاجات مؤامرة خارجية وتدخل خارجي، ويقصد يعني الدول المعني الدول الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لأن النظام الإيراني اتهم أوروبا، اتهم الدول أمريكا، اتهم بعض الدول الجوار يعني بتحريك المحتجين. طبعا بالتأكيد يعني إيران هدفه هو تصدير الأزمات الداخلية والتغطية على الاحتجاجات وأخبار الاحتجاجات بالداخل، والهدف الآخر بالتأكيد هو أيضا محاولة تصفية المعارضة الإيرانية أو الحركات الكردية في العراق، محاولة تصفيتها، محاولة يعني قتلها أو إبعادها من الشمال العراق. يعني النظام الإيراني بالتأكيد يسعى إلى تحقيق الهدفين المذكورين. طيب يعني أيضا ما هي خطورة هذه الاتهامات بالنسبة للحكومة الاتحادية في بغداد وأيضا لحكومة إقليم كردستان بأنهم لم يقوموا بمنع تحول الإقليم إلى ملاذ لما تعتبرهم إيران إرهابيين أو قاعدة لهم؟ هذه التصريحات يعني هل تأتي في سياق هذه العملية أم في سياق فعلا مخطط لتوسيع نطاق هذه العملية؟ أعتقد أنه ليس المرة الأولى التي يعني يستهدف الحرس الثوري كردستان العراق، ويعني شهدنا في السنوات وحتى الأشهر الماضية دائما يعني من خلال مسيرات بالمسير يعني بالطائرات المسيرة يستهدف المنطقة الكردية. أنا أعتقد هؤلاء هم لاجئين، يعني ليس إرهابيين أبدا، يعني يطالبون بحقوقهم القومية، يطالبون بحقوقهم الإنسانية، وهم لاجئين. لو كان النظام الإيراني معطيهم الحق التي يعبروا عن أنفسهم أو يمارسوا حقوقهم لما لجأوا إلى كردستان العراق ولما لجأوا إلى الدول الأوروبية. أنا أعتقد اتهامات إيران هو لتبرير ما فعله من عمل إرهابي ضد المواطنين العزل، وحتى يعني من يعني المدارس، تم استهداف المدارس ومن قتلوا راحوا ضحية ذلك الاستهداف، حتى أبرياء من كردستان العراق وليس حتى من أكراد إيران. لذلك نعم أعتقد أنه النظام الإيراني يريد يبرر ما عمله، وأيضا ربما يريد يوسع عملياته ويعتبر هذه حجة للهيمنة والسيطرة ليس فقط على كردستان، ربما حتى على العراق. طيب الرد الرسمي الإيراني من الحكومة الاتحادية لم يرضي بطريقة ما إقليم كردستان باستدعاء فقط السفير الإيراني وتقديم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. ما المتوقع وما الذي برأيك ممكن أن يعني تفعله أو يفعله العراق لوقف هذه الهجمات؟ أعتقد أنه لطالما هذا النظام العراقي مسيطر عليه الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران، لا تستطيع الدولة العراقية فعل أي شيء أكثر من هذا. يعني دائما تكتفي بالاستنكار وأيضا بال يعني
برفض ما يقوم فيه ما تقوم فيه إيران. أنا أعتقد أنه الأمر صعب جدا على الشعب العراقي وعلى كردستان العراق. أعتقد كردستان العراق لديه بعض الإمكانيات، لديه حلفاء أقوياء في العالم الغربي وحتى من دول الإقليم، يستطيع من خلال تلك الدول الرد على إيران، وعلى الأقل يعني فرض حظر، يعني الأجواء حظر أجواء فرض حظر الأجواء على الطائرات الإيرانية، وتستطيع أو حتى قصف الطائرات الإيرانية، ويعني كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس أسقطت طائرة مسيرة إيرانية. نعم. تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية من إسقاط جميع الطائرات وتمنع طهران. أنا أعتقد هذا هو ليس فقط تعدي على كردستان العراق وسيادة العراق، هو تعدي على القانون الدولي وتعدي على حقوق الإنسان وتعدي حتى على الولايات المتحدة الأمريكية التي هي يعني ضامنة أمن المنطقة وهي متواجدة هناك. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات من لندن. كنت معنا الباحث في الشأن الإيراني حسن راضي، شكرا لك. أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام حسم القوى الكردية موقفها تجاه ترشيح رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو من يؤخر انعقاد الجلسات النيابية. كما أضاف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريحات إعلامية أنه سيجري الإعلان عن المرشح الكردي للرئاسة خلال انعقاد جلسة انتخاب الرئيس. في إطار هجماتها على منصات النظام الإلكترونية، اخترقت مجموعة الهاكرز أونيموس الموقع الرسمي للشرطة الإيرانية، ويأتي هذا الهجوم السيبراني في ظل استمرار الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن الإيرانية تنديدا بمقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني على يد الشرطة. ويذكر أن مجموعة الهاكرز أونيموس استطاعت اختراق موقع البرلمان الإيراني وموقع وزارة النفط الإيرانية وموقع الحكومة الإيرانية وموقع المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فضلا عن المصرف المركزي ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الرسمية. الطابع الخاص الذي تتمتع به الحركة الاحتجاجية الأخيرة في إيران له عدة أسباب، بداية من الأساليب الجديدة للاحتجاج كقص الشعر واستخدام أبواق السيارات، وصولا إلى دعم شخصيات معروفة وبارزة للحركة الاحتجاجية، حيث دعت شخصيات سياسية وفنية وأكاديمية بارزة في الخارج في بيان الجامعات والنقابات المختلفة للانضمام إلى الاعتصامات من أجل أن يؤتي الحراك الاحتجاجي بثماره. هذا البيان وقعت عليه عدة شخصيات بارزة، على رأسهم نجل الشاه رضا بهلوي ولي العهد المخلوع الذي سبق وأكد أن العدو الداخلي للشعب الإيراني هو النظام الذي يقتله، وتورج أتابكي الأستاذ الفخري المعروف في جامعة ليدن في هولندا، ووقع أيضا هو على البيان، كما وقعت الكاتبة الإيرانية المعروفة والأستاذة الجامعية في جامعة جونز هوبكنز آذر نفيسي على نفس البيان، بالإضافة إلى المطرب الشهير إبراهيم حامدي والمعروف أيضا باسم أبي والمشهور بمواقفه الثورية ضد النظام وأيضا مواقفه بدعم المعتقلين. كذلك الناشطة والممثلة البريطانية الإيرانية الأصل نازنين بنيادي، والتي أظهرت دعمها للتظاهرات الأخيرة ولمهسا أميني منذ اليوم الأول. هذا التنوع في توجهات وخلفيات الشخصيات الداعمة للتظاهرات في الخارج يزيد من حرج النظام، خاصة وأنه يترافق مع اتساع رقعة الاحتجاجات داخليا وانضمام قطاعات جديدة إليها في كل يوم. تداول نشطاء إيرانيون مقطع فيديو يظهر لحظة الهجوم على هيئة السجون في العاصمة طهران ليلا، احتجاجا على الاعتقالات التي نفذتها القوات الأمنية بحق المتظاهرين.
ومشاهدينا نتابع هذه الصور التي تتحدث عن أن محتجين يحاولون اقتحام السفارة الإيرانية في أوسلو. إذن هذه الصور التي تظهر على شاشة الحدث هي لمحاولة بعض المحتجين الإيرانيين لاقتحام السفارة الإيرانية في أوسلو. نشرتنا مستمرة وأيضا فيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يسمح باستخدام سلاح الجو في اغتيال فلسطينيين في الضفة الغربية. والقوات ينصرفوننا بالهروب حيث أن العربية والأمريكية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. أهلا بكم من جديد إلى لبنان. فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية من الدورة الأولى، وعمد بعض النواب إلى تعطيل نصاب الدورة الثانية. وفي نتائج الدورة الأولى حصل النائب ميشيل معوض على 36 صوتا، وسليم إدي على 11 صوتا و63 ورقة بيضاء و10 أوراق حملت اسم لبنان، فيما كان لافتا ورود اسم المواطنة الإيرانية التي قتلها النظام مهسا أميني في إحدى الأوراق. وفور انتهاء جلسة انتخاب الرئيس بعد فقدان النصاب، ترك رئيس المجلس نبيه بري القاعة من دون أن يحدد موعد للجلسة المقبلة. أنا حكيت أنا دولة الرئيس وقلت له مش ضروري تشرف. دولة الرئيس بس دولة الرئيس في وزير واحد له حق يحضر اللي هو نائب. دولة الرئيس خلينا نخلص منكم بعد يومين. الآن زين على الصندوق وحاجة تروح وتجي. لك شو عاملين لي قهوة هون انتو؟ جو هيك يلا. العدد 85 توزع الأوراق. 85؟ اه 85 بلنا واحد شفنا إذا حدا بيفوت. بدنا واحد يا جماعة. بري أعلن بعد انتهاء الجلسة أنه لن يحدد موعدا لجلسة أخرى لانتخاب رئيس للجمهورية من دون التوافق على اسم محدد. بدي لكم كلمة بس. حكينا كلام إنه ما عم نسمع. قرب على الميكرو. حاضر. أنت بتعمل فينا هيك. عم بقول لك حاضر. شو قلت أنا؟ على قاعد. فيك تضلي قاعد قلت الرئيس. حكينا مرارا وتكرارا يا زملائنا، اذا ما صار في توافق واذا ما كنا 128 صوت لا رح ننقذ لا المجلس النيابي ولا لبنان.
صدقوني هلا مره ثانيه بس حس انه في اي توافق بعين جلسه فورا، واذا لا لكل حادث حديث. ننطر لاخر 10 ايام يعني؟ لكن كان فيك تطلب من كتله حضرتك انه تضل موجوده تنأمن النصاب. اللافت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان أن أحد النواب صوت لمهسا أميني الفتاة الإيرانية التي قتلت تحت تعذيب النظام. مها أميني. ورقة بيضاء. أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي موافقته على استهداف واغتيال كبار المسؤولين لحركة الجهاد وشهداء الأقصى وكبار مسؤولي حماس في الضفة الغربية. وأشارت صحيفة يديعة أحرانوت أن كوخافي وافق على استخدام سلاح الجو في الضفة عقب العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنين، وشدد على ضرورة التعامل مع من وصفهم بالإرهابيين إذا توفرت معلومات استخباراتية، مشيرا إلى أنه غير مهتم بالانتخابات والأعياد. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. صحيفة نيويورك تايمز تنشر تسجيلات لمكالمات جنود روس ينتقدون قادتهم. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد إلى السودان. وصفت السفارة الروسية في الخرطوم تصريحات السفير الأمريكي في السودان جون غودفري بأن روسيا أصبحت معزولة بالسخيفة. السفارة الروسية في السودان رأت أن تعليق السفير الأمريكي جاء للتعويض عن سطحية معرفته بقضايا السودان، مضيفة أن السفير الأمريكي جون غودفري مثلا لأسلافه ويستخدم لغة التهديد مع السودانيين. وكان السفير الأمريكي أوضح في مقابلة أن العزلة الدولية تتزايد حول روسيا والرئيس بوتين بسبب الحرب الأوكرانية، وأوضح أن عزلة السودان ستتزايد في حال قررت المضي في إقامة المنشأة العسكرية الروسية
أو إعادة التفاوض حولها، مضيفا أن جميع البلدان يحق لها أن تنشئ شراكات مع البلدان الأخرى، ولكن تكون هذه الخيارات لها عواقب. وكان السودان جمد في أبريل العام الماضي اتفاقا مع روسيا بشأن إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر بعد ضغوط أمريكية مكثفة، وتم إخلاء الموقع من الآليات والجنود الروس. وللحديث عن هذه التطورات من موسكو ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فيتشيسلاف موتوزوف. أهلا ومرحبا بك سيد موتوزوف معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. باعتقادك، ما هي خلفية تصريحات السفير الأمريكي في السودان عن عزلة روسيا، وكم ترتبط حقيقة بإمكانية إعادة التفاوض حول المنشأة العسكرية أو القاعدة العسكرية الروسية على البحر الأحمر؟ التناقضات بين حول قاعده بين القوسين عسكريه روسيه في السودان الجنوبي، لا شك ان هذا المشكله الاساسيه التي تقلق امريكا خلال سنه ومنذ سنه ونصف تقريبا، ليست ناتجه من هذه العمليه العسكريه خاصه التي تقوم روسيا بها في اوكرانيا، ولذلك هذه المشكله مختلفه تماما. إذا هو يتكلم سفير يعني أمريكي في السودان يتكلم عن الدعم أو عدم وجود هذا الدعم لروسيا في القارة الأفريقية، وأنا أظن أن هو مع الأسف الشديد يربط حبل ونابل، لأنه ليست هناك أي علاقة تلك الموضوع اللي هو ذكر مع موقف دول أفريقية من روسيا ومتابعة السياسة الأمريكية لعزل روسيا اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا. لا، حسب كل المعلومات متوفرة لدينا أن يجري الآن تحضير نشيط وتفصيلي خطط لإنعقاد اجتماع قمة الثانية بين قادة الدول الأفريقية وروسيا. كم أنا أذكر، ولكن هل تعتقد سيد موتوزوف حقيقة أن هذه القمة ممكن أن تأتي بنتائج يعني لصالح موسكو، خاصة بعد هذه التهديدات التي هي موجهة بشكل واضح إلى السودان بأن عزلة السودان ستتزايد في حال قررت المضي في إقامة هذه المنشأة أو الموافقة على المنشأة العسكرية الروسية هناك؟ طبعا أمريكا تلجأ، عندما أمريكا استدمت مع عزل العالمي على أمريكا التي تضغط على دول العالم لكي يفرضوا عليهم إرادة الأمريكية ليشاركوا في عزل روسيا على صعيد العالم. برأيي أنا شخصي أمريكا فشل، ما نجحت في هذه الأمور ولا في أي منطقة من أفريقيا، العالم العربي، أمريكا الجنوبية وحتى الصين الشعبية، ما نجحوا. ولذلك العالم يفهم جيدا نتائج السياسة الأمريكية وأساليب الضغط. ولكن لماذا تعثرت المفاوضات في وقت سابق، ولماذا توقفت أيضا يعني كل عمليات إقامة المنشأة العسكرية، والسودان هو من قرر يعني إيقاف العمل بهذه الاتفاقية في أبريل الماضي؟ نحن ناقشنا هذا الموضوع منذ سنة تقريبا، وجئنا لاستنتاج هذا فكرة حكومة السودان حكومة الجديدة، وأن تلك كل الاتفاقات وعقود التي اتفقوا مع روسيا السودان أثناء رئيس بشير لا شك أن هذا تعرض لإعادة النظر فيها، وروسيا لا تعارض لهذه الفكرة حتى، لأن روسيا وقعت تلك الاتفاقية نتيجة طلب رئيس سوداني وهو كان في حالة العزل العالمي مثل ما هي روسيا اليوم، ولذلك روسيا ما رفضت طلب بلد العربي لتقديم المساعدات لهذا البلد في ظروف الطارئة، ظروف يعني تلك العقوبات التي فرض عليها من قبل عقوبات الاحادية ليست شامل. لذلك روسيا
متفقة، وهذا قضية بين روسيا والحكومة السودانية. نعم. هذا هو الفرق. نعم. وأيضا أمريكا تريد أن تستغل تلك التناقضات بين، مش تناقضات لأن ما في تناقضات، تفاهم موجود كما أنا أعلم في علاقات بين السودان وروسيا. ولكن هناك مشاكل تحتاج اهتمام. قرارات برلمان السوداني الروسي، ليس هناك تناقضات مبدعية. نعم. لذلك روسيا تنظر على هذا مشكلة الضرورة نظر فيها وحلها على طريقة عادية بين دولة ودولة. نعم. نتيجة على كل من دولتين. أشكرك. أمريكا تحاول أن تستغل فرصة. نعم. لكي يفرض على عين الرأي العام. وضحت الفكرة سيد ماتازوف، شكرا جزيلا لك. الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من موسكو فيتشسلاف ماتازوف، شكرا جزيلا لك. تظاهرات حاشدة متجهة نحو القصر الجمهوري، تحاول الشرطة تفريقها بالغاز المسيل للدموع. وأغلقت السلطات السودانية جسر الملك نمر الرابط بين مدينتي الخرطوم وبحري. وكانت تنسيقات لجان المقاومة في الخرطوم دعت لتظاهرات جديدة ظهر اليوم، وحددت القصر الرئاسي كوجهة مشتركة للتظاهرات التي تأتي في ختام جدول التصعيد الثوري لشهر سبتمبر. وترفع التنسيقيات شعار إسقاط ما تصفه بالانقلاب. ودعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي للخروج في التظاهرات المعلنة اليوم. تأتي التظاهرات بعد يوم من إعلان عدد من لجان المقاومة عن رؤية سياسية تحت عنوان الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. أعلن خفر السواحل السويدي اكتشاف تسريب رابع في خط أنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت الدنمارك والسويد أبلغتا عن تسرب غاز في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل السويدي إن 2 من التسريبات أو التسربات الأربعة تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسويد، فيما يقع والتسريبان الآخران في منطقة الاقتصاد الدنماركية. كشفت بيانات لوزارة الدفاع الأمريكية أن إجمالي المساعدات التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا بلغت حوالي 17 مليار دولار منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارة البيت الأبيض في يناير 2021 وحتى الآن. وأعلن البنتاغون تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، موضحا أن الولايات المتحدة وحلفائها ملتزمون بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها. We'll be right back.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تسجيلات لمكالمات جنود روس اعترضتها وكالات أنفاذ القانون الأوكرانية. المكالمات التي أجريت في شهر مارس الماضي وفق الصحيفة كشفت جنود روس يواجهون انتقادات لاذعة لأوامر أصدرها قادتهم بعد أسابيع من حملة السيطرة على كييف. وبحسب الصحيفة تحدث الجنود الروس عن أزمة في الروح المعنوية ونقص في المعدات، قائلين أن قياداتهم كذبت بشأن المهمة التي أوكلت لهم. بوتين أحمق، يريد أن يأخذ كييف، لكن من غير الممكن القيام بهذا. الاستراتيجية العسكرية تفشل، نحن نخسر. لا يمكننا أخذ سجناء أوكرانيين لأننا سنضطر لإطعامهم، ونحن لا نملك ما يكفي من الطعام لأنفسنا. تعرضنا لكمين وقتل 90 رجلاً. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.